وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الصبر شجاعة والزهد ثروة والورع جنة. الصفات التي تميز الإنسان عن باقي الكائنات لها أبعاد. الأمر الأساسي بالنسبة إلينا أننا مأمورون بها، أي أن من واجبنا أن نتحلى بالصفات النبيلة والفضائل والمناقب التي تميز الإنسان عن الكائنات، وبسببها جعل الله تلك الكائنات في خدمة الإنسان. وإلا قل لي بربك، لما تكون الحيوانات في خدمتك والنباتات في خدمتك والبحار في خدمتك والجبال في خدمتك والطيور في خدمتك والشمس في خدمتك والقمر في خدمتك، إن لم تكن تتميز عليها بالصفات الإنسانية النبيلة؟ الصبر مثلا من الواجبات، مو مجرد تطوع، إن شئت تحليت به وإن شئت لم تتحل به، لا، الصبر واجب. ولذلك عكسه من المحرمات، الجزع من المحرمات. يجب عليك أن تصبر على طاعة الله، يجب عليك أن تصبر عن معصية الله، يجب عليك أن تصبر لتحقيق الأهداف العليا التي جعلها الله للإنسان في هذه الحياة، ومنها أن يتكامل، أن تكمل صفاته الإنسانية الحسنة، وأن يبلغ رشده. من وسائل بلوغ الرشد أن تكون من الصابرين، تتعب وتصبر على التعب. أنت لكي تتعلم لابد أن تصبر، كما أنك لكي تبني بيتا لابد أن تصبر خلال 24 ساعة، ليس باستطاعتك أن تبني دارا. في جميع الأمور نحن مكلفون بالصبر كواجب من الواجبات، وليس كمستحب من المستحبات. لذلك ربنا يأمر، يقول: يا أيها الذين آمنوا، حينما يخاطب المؤمنين ثم يأمرهم بشيء، فمعنى ذلك أن من واجبات المؤمن ومن شروط الإيمان أن تعمل بما أوجبه الله عليك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. فقط نصبر؟ لا، وصابروا. صابر ما بين الاثنين، مو فقط تصبر، وإنما تدفع الآخرين لكي يصبروا. تصبر مع الناس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ أنت فتنة غيرك وغيرك فتنة وامتحان لك، لأن الله يريد أن يمتحن صبرك. فالصبر من الواجبات، هذا بعد أساس لا بد أن نضعه بعين الاعتبار، باعتبارنا مؤمنين.
كما أن الله إذا أمر بالصلاة علينا أن نصلي، أمر بالصوم علينا أن نصوم، إذا أمرنا بالصبر فعلينا أن نصبر. خاصة أن هنالك بعدان آخران غير بعد الوجوب، لأنه أساسا رب العالمين لا يأمرنا بشيء إلا وفيه مصلحتنا. البعد الشخصي، شخصيتك لن تتكامل إلا بقوة التحمل. الصبر يعني التحمل، تتحمل الصعاب. حتى تكون شخصيتك قوية لازم عندك قوة التحمل. إضافة إلى أن الحضارات لا يمكن أن تقوم بدون أن يصبر أصحابها في مختلف مجالات عملهم. إحنا أحيانا نضرب مثل ببعض المخترعين، بعض المكتشفين اللي قاموا بتجارب مختلفة ووصلوا إلى أهدافهم. هذا هو الصبر. يعني إذا قلنا نقول أن من اخترع مو الطاقة الكهربائية ولا هو الذي اكتشفها، إنما هذا المصباح الذي يجمع ما بين البارد والحار ثم لا يؤدي إلى الانفجار، قام بثلاثة آلاف تجربة، يعني صبر، صبر حتى وصل إلى صناعة المصباح الكهربائي. الحضارة تقوم على أساس الصبر، تكامل الشخصية يكون على أساس الصبر، وإكمال الدين أيضا يكون على أساس الصبر. فإذا الصبر من جذور أو من منابع التي يتكامل بها الإنسان في هذه الحياة، لأن على أساس الصبر يكون الثبات، على أساس الصبر لا يخضع الإنسان للباطل، على أساس الصبر يقاوم الإنسان الظلم، على أساس الصبر تكون الاستقامة في هذه الحياة. وكلها صفات المؤمنين وكلها صفات العظماء في التاريخ. شوفوا أي شيء له ثمن، والثمن يزداد بناء على قيمة المثمن. حينما تريد أن تشتري قيراط من الألماس فثمنه أكثر من ثمن الفحم، لا يمكن المقارنة بين كيلو من الألماس وكيلو من الفحم. لا تقول هذا حجمه أكبر أو أصغر أو مساوي، لكن الألماس غالي فالثمن اللي تدفعه أيضا غالي. إذا أردت أن تشتري كوخ فلا بد أن تدفع ثمنا بمقدار الكوخ، لكن إذا أردت أن تشتري فيلا جديدة جميلة واسعة فعليك أن تدفع ثمن الفيلا. حينما تكون لك علو الهمة، أهداف عالية، فلا بد أن تدفع الثمن لتحقيق الأهداف العالية. هدف بسيط تدفع له ثمن بسيط، هدف عالي تدفع له ثمن عالي. الصبر هذا معنى أن تكون عندك قوة التحمل بحجم الهدف الذي تحمله في هذه الحياة. حينما تحمل هدف كبير لابد أن تعرف أنك أحيانا تفشل، لابد أنك تعرف أن هنالك ضغوطات تمارس عليك من الخارج ومن داخلك. من داخلك أنك لا تريد أن تسهر الليالي، لا تريد أن تتحمل الجوع، العطش، السهر، لكن ما دام هدفك عالي لابد أن تدفع ثمن غالي. قوة التحمل هذه لمواجهة ضغوطات الحياة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل رسالة الله إلى البشرية إلى يوم القيامة. يعني ختم الله به الرسل، كل الرسالات اكتملت في هذا الدين. لذلك ما أوذي نبي بمثل ما أوذي، تعرض لضغوطات مساوية في عظمتها وفي خطورتها للرسالة العظيمة اللي كان يحملها. كذا مرة تعرض لمحاولات اغتيال، كذا مرة، غير الحروب التي كانت تشن عليه.
غير قتل أصحابه، غير تعذيبه، غير تهجيره، غير مصادرة أمواله، هو وأهل بيت تحملوا ما تحملوا، لأن الرسالة غالية، هي خاتمة الرسالات. فما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، بحجم رسالته كان صبره، لأن الرسالة غالية. ثم رحمة الله متوقفة على الصبر. تريد رحمة الله؟ اصبر. الله مخلي الشرط لرحمته أن تكون من الصابرين، وهو يحب الصابرين. قصة النبي أيوب، يضرب المثل في الصبر بأيوب النبي في جميع الديانات، يعني عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين، مثال الصبر النبي أيوب. الله كان يريد يعذب النبي؟ لا، بس يريد يخلي أمامنا قدوة، يخلي أمامنا أسوة نقتدي به، ننظر إليه. هذا أولا من أحفاد إبراهيم، من ذرية إبراهيم، من ولد إسحاق، هو أيوب النبي، فهو من عائلة كريمة، عائلة محترمة. ثم هو نبي، إضافة إلى أنه كان يملك أموالا كثيرة، وعند من الأولاد 8 من الأولاد و8 من البنات، وعاش 70 عاما في صحة وعافية. ثم إن الله ابتلاه بأن خسر أمواله ومات أولاده وابتلي في جسمه. الآن شو الابتلاء وكيف كان الابتلاء؟ مو مهم، لكن أصبح مريض يوم، يومين، سنة، 5 سنوات، 10 سنوات، 18 عاما عاش في فقر مدقع وفي مرض وخسارة الأولاد وخسارة الأموال. زوجته كانت مضطرة إلى أن تذهب إلى بيوت الناس تشتغل خادمة عندهم حتى توفر طعام لزوجها المريض، وابتعد عنه الناس، يعني مقاطعة اجتماعية، خسارة مالية، خسارة للأولاد، مرض جسمي. وزوجته في أواخر الأيام طردها الناس، خافوا على أنفسهم كما يقال، أنه لا يكون مرض زوجها ينتقل عبرها إلى الآخرين. هنا لم يطلب من الله شيء، إنما بين حاله، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هل مقدر؟ قال لله عز وجل، زوجته في يوم من الأيام قالت له: لو دعوت الله حتى يشفيك من مرضك. ودعوات الأنبياء مستجابة، دعوة النبي مستجابة، ما في شك، لو دعوت الله. فقال لها: كم لبثنا في الرخاء؟ كم المدة اللي كنا في نعمة؟ قالت: 70 عاما. فقال: ويحك، كنا في النعماء 70 عاما، أفهل لا نصبر على الضراء بمثلها؟ 70 سنة كنا في نعمة، خلي 70 سنة أيضا نصبر على البلاء. لكن يوم اللي طردوا زوجته من بيوت الناس، حتى خادمة ما استخدموها، زوجة نبي وهي من الصالحات، بعد ما عندي طعام يأكل، قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، الله استجاب له. شلون استجابه؟ بحجم صبره، صبر 18 عام على كل البلايا المتخيلة والمتصورة بالنسبة للإنسان. طفل صغير يموت من الإنسان يجزع، صعب جدا، الله لا يبلي أحد. فكيف بـ8 من الأولاد و8 من البنات، وكان يعيش في الرخاء؟ شخص متعود من أول يوم عائلته فقيرة مو مشكلة، لكن كان يعيش أرحم 3 وحق أن يرحمه، ومن جملة غنيا افتقر من بعد غناه، تعود على الرخاء، تعود على النعمة، ثم يعيش هذه المصائب. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله، الله رجع أولاده
وبناته ومثلهم معهم إضافة على ما كان عنده رحمة من عندنا. إذن من شروط الرحمة الصبر، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أنت تريد تعبد ربك، من جملة شروط ربك أنه تصبر على البلاء، على الرخاء، على مختلف الحالات التي يتعرض لها الإنسان. إذن الأجر متوقف على الصبر، والنصر أيضا متوقف على الصبر. يقولون هذه الأيام من يربح الحرب إذا وقعت معركة ما بين أمتين، ما بين شعبين، ما بين جماعتين؟ يصبر الذين ينتصر، الذين يصبرون الربع الساعة الأخير، آخر ربع ساعة يا طرف يصبر، لأنه على كل حال كلا الطرفين يتحملون خسائر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ما في حرب عندنا طرف ينتصر بدون قتلى، بدون جرحى، بدون دماء، بدون آلام، بدون خراب البيوت. لكن اللي يربح الحرب في نهاية المطاف هو الذي يصبر الربع الساعة الأخيرة. أحدهم سأل أحد الشجعان، قال ما هي الشجاعة؟ شو أنت ما تحارب أحد إلا تنتصر عليه؟ قال لا أنا الشجاع. قال شنو معنى الشجاع؟ قال ضع إصبعك بين أسناني وأنا أضع إصبعي بين أسنانك، وليضغط كل واحد منا بأسنانه على إصبع الآخر. اللي يقول آه قبل صاحبه يكون قد انهزم. أكو ألعاب أطفال عادة يلعبوها، مثلا أنظر بعيوني، إذا أنت بدأت تضحك أنت اللي خسرت، أنا قدرت أصبر أكثر من عندك. هذا هم خلى أصبعه تحت في فم الرجل تحت أسنانه، وذاك هم خلى، فكل واحد قام يضغط. تدري ضغط الأسنان كم؟ 80 كيلو. تيوم اللي تاكل لقمة الطعام تضغط بحجم 80 كيلو على هذه اللقمة. ولذلك الإنسان قادر على أن يقطع إصبع إنسان أو يقطع أذنه أو يقطع أنفه، مع أنه هذا جدا صعب قطعه. فهذا الشخص بمجرد ما شوية شعر بالضغط قال آه. قال له شوف، لو كنت صابر بعد لحظة أنا كنت أقول لا آه أنا كنت الخسران، بس أنا لحظة إضافة عنك صبرت. هذه هي الشجاعة، أن تصبر ولو مقدار بسيط بالنسبة إلى الآخرين. الصبر في موارد، طبعا في رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبر على المصيبة، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية. لكن أيضا عندنا الصبر في الحرب وصبر في السلام. شلون الصبر في السلام؟ شلون يحتاج الإنسان يحتاج إلى الصبر في حالات السلم؟ تعرف الإمام علي كان شجاعا، وطبعا كان مثالا للصبر. الإمام علي قتل في صبر السلم لا في صبر الحرب. كان على وشك أن ينتصر في معركة الصفين، فرفع جماعة معاوية المصاحف على الرماح وقالوا نحتكم إلى القرآن. وكان الإمام علي قبل وقوع الحرب قد دعاهم إلى الاحتكام إلى القرآن فرفضوا، للعلم هم رفضوا. ولذلك آخر شيء قالوا نقبل، وحدث ما حدث من قبل الإمام علي. فرض أصحابه علي أن يعينه أبا موسى الأشعري، من قبل معاوية عمرو بن العاص الحيار المكار من صغره ومن طفولته، وكان معروفا بحيله، تعين من قبل معاوية. خدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري، فخلع أبو موسى الأشعري الإمام علي من الخلافة، وثبت عمرو بن العاص معاوية في الخلافة في القضية المعروفة. لكن دخلوا فيهن بعد القضية ما متوضح، بعد القضية ما متوضح. الإمام علي دخل فيهن، أي عقد الهدنة مع أعدائه، اتفق عهد ما بين الطرفين، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها.
وقبل بهذه الهدنة. الخوارج قالوا اكسر هذه الهدنة، قالوا تخلص من هذا العهد، لكن القرآن يأمرنا أوفوا بالعقود، إن العهد كان عنه مسؤولا، احنا مسؤولين عن العهود، ما يجوز. الإمام علي رفض أن ينقض العهد مع عدوه، احنا في حالة هدنة بعدنا ما انتهت القضية. الآن رجل أخطأ من أصحاب الإمام علي، غير قضية الهدنة، الهدنة بعد قائمة، وهي التي مشى عليها الإمام الحسن اللي يسمى بصلح الإمام الحسن. ما في شيء اسمه الصلح، ما في شيء اسمه الصلح بين الحق والباطل والخير والشر والصلاح والفساد والإيمان والنفاق، لا، الهدنة استمرت في عهد الإمام الحسن. المهم رفض الإمام علي أن ينقض عهده مع معاوية فقتله الخوارج واعتبروه قد كفر. يعني الإمام علي قتل في صبر السلم وليس في صبر الحرب. يقول الإمام علي سلام الله عليه: الصبر على البلاء أفضل من العافية عند الرخاء. تصبر على البلاء هذا أفضل من العافية في حالات الرخاء. نحن نتكلم عن الصبر الذي دعينا إليه وأوجبه الله علينا، كما أوجب علينا الصلاة والصيام وفيها الأجر. الصبر على البلاء أفضل من العافية عند الرخاء. ليش؟ لأن العافية فيها مصلحة مادية، بس الصبر في حالات البلاء في مصلحة روحية معنوية، شخصيتك تتكامل، يعني نفسيتك تصير أقوى، شخص تكون قوي في داخلك، إرادتك قوية. الإنسان يتعلم في الصبر، يتدرب على التحمل، الذي قلنا أن قوة التحمل يجب أن توازي مع عظمة الهدف وعلو الهمة. يقول الإمام الصادق في رواية أخرى: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. الصبر إذن مو فد تبرع من عندنا، تطوع من عندنا، منا من يصبر، منا من يجزع، لا، يجزع مثل واحد يشرب خمر، يجزع مثل واحد يرتكب الزنا، يجزع مثل واحد يقتل نفس، يقتل نفسه في حالات الجزع والانهيار في الأماكن التي يجب عليه أن يصبر فيها. انهيار أمام المصيبة، انهيار أمام العدو، انهيار أمام المغريات، انهيار أمام المعاصي، هذا أمر ما يجوز. أن تقتل شخصيتك، تقتل روحك اللي الله خلقها وخلق لها ما خلق من الكائنات. الإمام الباقر يقول، هذه رواية من الروايات العجيبة إنصافا، الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: لما حضرت أبي علي بن الحسين الموت، الإمام زين العابدين قبيل موته حضر الموت عنده، يعني لحظات قبل الموت، لما حضرت أبي علي بن الحسين الوفاة ضمني إلى صدره. طبعا الإمام هو مو طفل، بس يبدو شيء مهم هذا، الإمام يحتضن خليفته الإمام. ضمني إلى صدره وقال: يا بني أو أوصيك، الإمام زين العابدين ده يقول: أوصيك بما أوصاني به أبي الحسين حين حضرته الوفاة. يعني آخر لحظة حينما جاء الإمام الحسين إلى خيمة زين العابدين لكي يودعه ويذهب إلى المعركة التي لا يعود منها وسيقتل. زين العابدين يقول للإمام الباقر في أواخر لحظات حياته: أنا أوصيك بما أوصاني به أبي الحسين حين حضرته الوفاة، وبما ذكر أن أباه وصاه به. يعني الإمام الحسين قال أن أبي الإمام علي حينما حضرته الوفاة ضمني إلى صدره، أنا أريد أوصيك بذيك الوصية، وصية علي للحسين عند الوفاة، وصية الحسين لزين العابدين عند الوفاة، وصية زين العابدين
للإمام الباقر عند الوفاة، شنو هو؟ يا بني اصبر على الحق وإن كان مرا، اصبر على الحق حتى لو أمانة إنسان عندك وشي غالي يغنيك وما عنده دليل عليك، هذا مر أنه ترجع الأمانة إلى صاحبه، لكن أصبر على الحق وإن كان مر. لذلك قال الإمام زين العابدين لذلك الرجل الذي وجده يطوف حول البيت ويقول اللهم اغفر لي وإني أعلم أنك لن تغفر لي، قال ويلك ما ذنبك؟ غفران رب العالمين أكبر من ذنوب العباد، يا من سبقت رحمته وغضبه، قال ويلك ما ذنبك؟ قال اشتركت في قتل الحسين بن علي بن أبي طالب ابن بنت رسول الله، أنا اشتركت في قتل. قال ويلك لا يأسك من رحمة الله أعظم من ذنبك. ثم قال والله لو أن قاتل أبي أعطاني السيف الذي قتله به أبي، أعطاني أمانة، لرددته عليه. ممر يعطوك السلاح اللي قتله به أبوك والقاتل أعطى بيدك، شو تسوي؟ تشيل السلاح وتقتله به؟ هاي طبيعة الإنسان، يعني الاندفاع الغرائزي. قتلت أبوي بهذا السلاح، هالأيام دا يبيعون التليفون، جهاز تليفون من هاي التليفونات القديمة اللي كان يستخدمها هتلر في مزاد علني، ولغط كبير في الأخبار أنه كيف بهذا الجهاز اللي كان هتلر يوصي بالقتل وإراقة الدم، هذا جايبي عرضوه كشي تاريخي والناس يردون يشتروا هذا التليفون، جهاز تليفون، تليفون خم مذنب، مجرد جهاز، لكن كلام أنه ما يجوز ومو صحيح وإلى آخره، جهاز تليفون. فكيف بالسلاح؟ لكن الإمام أوصاه أبوه يا بني أصبر على الحق وإن كان مرا. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه إن الله عز وجل أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا. الله أحيانا ينعم على مجموعة من الناس بنعم ما شكر، والله لا شكر في القلب ولا شكر باللسان ولا شكر باليد، ما أدوا حقا نعمة هذه، هي صارت وبال عليهم. وابتلى قوما، هؤلاء قوم الله أعطاهم النعمة لكن ما شكروا، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة. أحيانا النعمة بسوء التصرف تتحول إلى نقمة، والنقمة بحسن التصرف تتحول إلى نعمة. الزهد أثر، انتهينا من الحديث حول الصبر، ثم يقول الإمام الزهد ثراء. الثراء يعني شنو؟ الثراء أن تملك ما تستغني به عن الناس، ما تحتاج تمد يدك عليهم، تريد تشتري بيت عندك، تريد طعام تشتري عندك، ما تحتاج تطلب من الناس، هذا الثراء. ولذلك الكلمة الأخرى لمعنى الثراء غنى. شنو معنى الغنى؟ أن تستغني بما تملك عن الناس، أليس ذلك هو الغنى؟ بس إحنا عندنا نوعين من الغنى. كمثال أقول أحيانا تمر بالسوق فتجد هنالك طعام وأنت تشتهي وأنت جائع وتريد أن تأكل الطعام، بس عندك بالبيت، لأنه عندك بالبيت مستغني عن هذا الطعام، متى تطلبه؟ أحيانا متريده، مو لأنه أنت جائع، أنت صايم، أنت في حالة الصيام، ثم تريد تأكل، سواء كان في السوق أو في البيت، أيهما أكثر استغناء؟ من يملك ما يستغني به عن الآخرين أو الذي لا يريده أصلاً؟ صميم مقرر اليوم يأكل، هذا مستغني أكثر من هذا اللي مقرر يأكل بس مو من هنا، في مكان آخر. يعني إذا كنت لا تريد أن تأكل لأنك شبعان لا هنا ولا في البيت، أو لأنك صائم، أنت أكثر غنى من ذلك الذي يريد أن يأكل لكن ليس هنا وإنما في البيت لأنه يملك مثله في البيت. لذلك عندنا رواية أخرى المعروفة، القناعة كنز،
لكن الفرق أن الكنز المادي ينتهي والقناعة كنز لا يفنى. هم كنز إنسان جائع في حياته وطماع وما رأى شيئا إلا وطمع فيه إلا وطلبه، هذا إنسان سافل مو نبيل، لكن إنسان آخر يحتاج لكنه لا يطلب. الزهد ثروة، عجيب. يعني لازم نعيش فقراء؟ لا، الإمام علي وصف الفقر بأنه يخرس الفطنة عن حجته، والمقل غريب في بلدته، وفي كلمات أخرى لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته، ما دخل الفقر بلدا إلا وقال الكفر خذني معك. ما مطلوب الفقر، لكن ما مطلوب أن تكون أنت مملوكا لمالك، يجب أن يكون مالك مملوكا لك. المالوب نعم العبد وبئس السيد. يعني إذا كان المالك المال هو الذي يملكك فهذا بئس السيد، إذا صار سيد عليك. الزهد ليس أن لا تملك المال، إنما أن لا يملكك المال كما يقول الإمام علي سلام الله عليه، هذا الزهد. سئل الإمام علي ما هو الزهد؟ قال الزهد في كلمتين من القرآن، ربنا يقول في كتابه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تحزن على فد شيء خسرته، خسرته وراح، ابدأ من جديد. يعني تقرأ قراية على نفسك لأنه خسرت مبلغ من المال مثلا، أو خسرت في تجارتك، وما نجحت في مسابقة معينة، تقرأ خلاص. الزهد ماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتك، ويوم اللي إجاك شيء متنهار أمامه، ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح هنا غير قضية واحد يسر بشيء، طبعا الإنسان يوم اللي يحصل على مبلغ من المال، على بيت، على سيارة، على زوجة، على أولاد، يفرح، بس هذا الفرح غير ذاك. الله ما يحب الفرحين، مو ما يحب المسرورين، الله يحب إدخال السرور في قلوب المؤمنين. هنا الفرح يعني الفرح بخيلاء، بتكبر، بالشعور بأنه أكبر من الآخرين وأعلى من الآخرين. لا تفرحوا بما آتاكم ولا تأسوا على ما فاتك، هذا الزهد. إذن ما تحققه الثروة من الغنى عن الناس يحققه الزهد بشكل أفضل وأسهل. وأسهل يوم اللي تكون زاهد أنت مستغني عن الناس. شوف إذا أنت في يوم من الأيام ما تريد تشتري في البضاعة معينة بالسوق، بتمر صمت طالع البضاعات الموجودة المعروضة، طالع على السوق ومثل تشتري خلاطة للمطبخ وتشوف معرض خلاطات أصلا متطالعة، طالع من البيت ومثل تشتري ذهب، إما لأنك زاهد فيه أو لأنك تملك منه ما تملك، هم تطالع الذهب؟ لا، ما عندك شغل به. الشيء اللي أنت تحتاج إليه ولا بد أن تحققه لازم تكون زاهد فيه، الصفات الحسنة، الصفات النبيلة. أكو بعض الناس زهاد في الطاعات، زهاد في العبادة، زهاد في المستحبات، زهاد في... ما يصير هاي الأشياء، مو مكان الزهد. هذه الأشياء لازم تكون حريص عليها. زاحم العلماء أو زاحم العلماء بركبتيك، شفت ما في مكان، دخل نفسك على طريقة السياقة هنا في هالبلد، تشوف ما حد ينتظرك، دخل السيارة البداية حتى البقية يضطرون. هنا يقول لك للعلم لازم تكون حريص على العلم، مو على المال اللي يأتي ويذهب. أحد الملوك زار مدينة من المدن، فجاءه أعيان البلد ما عدا شخص واحد كان معروف ما زاره، راحوا عليه قالوا الملك إجا ما تزوره؟ قال أنا ما عندي حاجة إليه. قال يريد يشوفك، قال هو يريد يشوفني، تفضل أنا إيش أروح. فجاءه الملك بدبدبه وكبكبه وجنوده والمتزلفين حوله، ملأوا المكان، وكان انسدح على حصير ويتدفأ بنور الشمس.
فوقف عليه قال عجيب انت ايش قد زاهد على حصيره مكانه شكل بريء فنظر اليه شعر لابس ملابسه رسميه قال انت ازهد مني قال له شلون قال انت زاهد في الدنيا الفانيه انت زاهد في الاخره الباقيه وانا زاهد في الدنيا الفانيه انت زاهد في ثواب الله في الاخره وثواب الله يدوم والجنه لا انتهاء لها انا زاهد في هاي الدنيا رايح قال عندك حاجه الي قال له ايه عندي حاجه الي قال له شنو قال له يكفينا شرك او بعباره اخرى قال ارحل عني اكرمني بخروجك من هنا اطلع برا انت صاير مانع لضوء الشمس علي تفضل روح انت وجماعتك منو من عندهم اقوى ملك راح لكن هذا يبقى تقدره انت تحترمه انت لماذا لانه كان زاهدا في ثروه ذلك الملك قال عيسى ابن مريم اكلي الاكل مالي ما تنبته الارض شربي ماء الفرات مو نهر فرات يعني هذا الماء اللي اجده في الطريق اكلي ما تنبته الارض شربي ماء الفرات فراشي التراب ساد وسادتي الحجر ولا امرأة تحزن ولا بيت يخرب ولا مال يتلف فأنا أغنى ولد آدم أغنى واحد أنا الأرض تنتهي ما تنتهي ماء الفرات ماء النهر ينتهي ما ينتهي زوجة ما عندي حتى تحزن إذا ما عندي اليوم شيء طعام تريد ثوب بيت ما عندي حتى أخاف عليه يخرب وسادتي الحجر فأنا أغنى ولد آدم فعلا أغنى ولد آدم هذا الإمام الصادق يقول إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين يعطيه صفتين يجعله زاهدا في الدنيا يعني الدنيا ما تملكه أما الحاجات الأولية من الطبيعي أن تناضل في الحصول عليها ومن الجهاد في سبيل الله أن تسعى لكي يكون طعامك من حلال وبيتك من حلال ولك زوجة ولك أولاد هذا جزء من الجهاد والعمل الكلام مو في هالحاجات الأولية الأساسية في زيادة على ذلك هذول الحريصين في الأموال فإذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين ويقول حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا يعني هذه القلوب محرم عليها أن تشعر بحلاوة الإيمان إلا إذا كانت زاهدة في أمور الدنيا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين